يا تميني، لأنه جوزي يفكرني على نياتي ومسكينة، بس أنا براسي هدف، ويلي بيمسك العرق بيوصل للتينة. ولك يضربوا هيك رجال يضربوا، والعيش معهم ما أكربوا. والله معك حق يا نفيسة، لأنه في رجال لا طنجرتهم بتغلي ولا مقلايتهم بتقلي، وفوق كل هاد بيقولوا لك كلي حبيبتي كلي وتسلي. مظبوط عم تحكي، أنا أكره ما علي الرجال البخلة يلي بيفوتوا على البيت مثل الطاووس، وصباطهم عم يزقزق، وما في بمطبخهم قطرميز مكدوس ولا طنجره بتبقبق. انه ما بدي افهم على شو هالزنق، لك الهي روحه خنق. المهم هلا يا مكرم، هالمقلب اللي عملتيه بجوزك حلو كتير، فلا تقطعي فينا الحبل بنص البير. المهم يا حبيباتي، المثل بيقلك ان ضربت وجع، وان طعمت شبع. وباعتبار جوزي محسن لا عم يطعمي ولا عم يشبع ولا عم ينفع ولا عم ينفع، فأنا قررت بدون ما أندم إني أطرب ووجع. اللهم صبرك، الأمر أمرك، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. شو قصة هالوجع اللي ما كان يعيف المخلوقة يا رويدة؟ ما بتذكر إني شفت هالوجع على إنسان ما عدا عمتي زبيدة. بس هديك من كتر ما توجعت اتحملت 5 أيام بعدين ودعت. أعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا رجال، شو هالحكي من عند الصبح؟ ما فائت من نومة لسا؟ يا على قامتي، ليش نامت المسكينة طول الليل عم تكابر على نفسها؟ يا على قامتي كرر. يسعد صباحك يا بدر، إن شاء الله هلأ طبت. ما في أمل مني يا محسن، بالظاهر إني انعطبت. ارفع راسي ما عم بحسن، وصلي على العالم من يوم السبت. يا معدتي، الشكوى لغير الله مزلة، دخيلكم ما عم بتحمل الوجع. محسن ارجعي لتختك يا حبيبتي، ارجعي. ليش عم تاخدي وتعطي معي؟ مليت من التخت بالغرفة وحبيت غير جو، وقلت بتسلى نتفق وبشوف شوية ضو. بس يمكن ما في خواص، هالدواء ما واتاني. ان شاء الله هات فرد الرصاص وقوصني انت التاني. لك شو هالحكي هاد؟ سلامة قلبك يا روحي. شايفة الدنيا بعيني سواد، وحاسة رح تطلع روحي. محسن تعال. يا بنت يا بختي يا بختي، منين اجت هالمصيبة؟ علمك علمك شفتي علمك. ارتاحي حبيبتي ارتاحي، يسلم لي هالوش التفاحي. غطيها من عندك غطيها. يلي مستغربتها يا محسن انه
وش مرتك ما في صفار؟ يعني ما شاء الله عليها لون وشها رايق مثل اولاد صغار. وشو دخل وشها انت الثانيه؟ معدتها هي المعلوله. قال بوشها ما في صفار، ايش شايفتيها مسلوله؟ فعلا حاسس اني مربط وبرايي عم اتخبط. محسن تعال اقول لك شو. شوف يا محسن، قال في طبيب باكستاني جنب حمام الايشاني شاطر كتير بالحكمه وبيعرف وجع المريض لو دخل عليه بالعتمه، ومجرد ما يدس المفصل الشفاء بعد هالدسه رح يحصل، وكل ادويته اجنبيه وما بيعترف بالاعشاب الطبيه ولا بالوصفات الشعبيه. ولك شلون بدي اخذ مكرم لعنده؟ المسكينه ما بتحسن تمشي. وليش تاخذها لعنده؟ خليه يجي لهون. وشو اسمه هالطبيب؟ الحكيم إقبال. يلا عجل روح جيبه بالحال لأنه بعد بكرة رايح على الصومال. آخ 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 يا معدتي. أنا رايح أجيب لك الطبيب يا مكرم، يمكن يكون الشفاء على إيده والله أعلم. بس هذا أجرته غالي إذا إجا على البيت وإنت ما معك. ليش معك؟ مشان هيك رح أكبس على الوجع وقايمة روح معك. آخ 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 ما فيني امشي ولا خطوة، خايفة يزيد عذابي. مشان هيك روح جيب الطبيب لهون بنوبك سوابي، والله يعينك على هالقرشين اللي بدك تدفعهم. آخ آخ يا بطني آخ. ولا يهمك أنا حاضر وطلباتك عندي أوامر. رايح جيب لك الطبيب قبل ما يسافر. يخرب عقلك يا مكرم، وصلت مواصيلك للطبيب الباكستاني؟ أشو بدي أعمل؟ مع انه ما كان بحسباني. ولك خليه يتلبك لانه هالزلمه فعلا ما عاد تحبك. المهم دخل علي الطبيب ومعه اناني وانابيب وبلش يفحصني بالسماعه، وبصراحه خفت منه يا جماعه، لذلك بلشت اشتغل فيه وبديت هرج واتمسخر وامزح كاني عم مثل تمثيليه على المسرح. افتحي تمك تعا شوف. ليش بدك تتناوق من تمي على معدتي؟ افتحي تمك بيترجاكي، هاي شغلتي. مدي لسانك، لا تنبزي تنبيز هيك عم تلاوقيني. مديها على طول وطاوقيني. بس مو لساني اللي عم يوجعني. مدي لسانك حتى يعرف شوفي بمعدتك ومسرانك. ليش لساني مراية حتى يعكس شوفي بمعدتي؟ مدي لسانك هلا. اسألي لأشوف. يعني إذا أنا سعلت أنت بتشوف؟ هلا لا يجنيني، لا يجنيني، اسألي لأشوف وخلصيني. بكافي قولي أربعة وأربعين. ليش؟ مشان اقطيش. قولي أربعة وأربعين. ليش أنت جاي تعلمني الحساب؟ لك قولي أربعة وأربعين حتى يشوف صوت صدرك كشن ولا نائم، معيك التهاب ولا لا. 55 55. ولك يا حبيبتي يا حبيبتي. لا تقول حبيبتي، هلا بيزعل جوزي. ولك يا عيني. لا تدللني اذا بتحسن، هلا بيزعل منك محسن. حاضر حاضر، قولي 44 مثل ما هي، هيك علموني بالكلية. 44 44 44. ماشي هال ماشي هال. اميني شهيق. شهيق؟ ما بدي يقولي شهيك، اعملي شهيك. انحكي. ايش حكي يعني؟ مثل ما بدك. ولك يا بني آدمي فدي نفس نفس، ما بيعرفي ياخدي نفس انتي؟ هيك قلي من الاول. اعملي زفير. لا ينفخي تنفيخ كأنك عم ينفخي تحت طنجرة طبيخ. بالمختصر يعني طالقي نفس طالقي. هيك قول من الأول. هيلو كتير هيلو كتير. أعطيني إيدك. استغفر الله عيب. لك أعطيني إيدك حتى يدسها مو حتى يبوسها. حاضر. ريهتك وسا. شو تقشيتي مباري؟ قال تعشى وتمشى،
ظاهر أنا ما تمشيت. مامي إلك إذا كنت تمشيتي، أنا بيقلك شو تقشيتي. نركض بنركض والعشاء خبز. لا هولا ولا قوة. أنا شو تغديتها يوميتا؟ قالت غدا وتمدى، ظاهر أنا ما تمديت. ولك يا مخلوعة، أنا ما بيسألك إذا كنت مديتي، بيسألك إذا كنت غديتي. قالت غدا فول وزيت وعارك الحيط. شو انتي ممثلة ولا اخدي مرضك انجلي؟ انت الطبيب ولازم تعرف. ان شاء الله شغلتك بسيطة وما في داقي للزيطة والزنبليطة. شو مرضي دكتور؟ ما بيعرف، ما بيعرف. انا يبدو لي انك ابيطة. ليش هذا المرض بوجع المعدة يا طبيب؟ اخ يا معدتي اخ، كأنه حدا عم ينفخها بالمنفخ. بصراحة وبصراحة الصراحة أنا مهتار بهالتك. مين هالمخلوقة يلي قدامي؟ خالتك؟ لا، جارتي وبنت حارتي. طيب اتفضلي بقى يا هربة، حتى حاكيكي كلمتين بالإتمة مشان ما يسمع. باعتبارك جارتها، وبصراحة الطب مهتار قدام حالتها. يعني شو ممكن يكون معها؟ لأنه وجع المعدة من يومين ساطحها. ما بيعرف. أنا أقول بيعرف يكون كذاب، ما بيعرف. مجهوداتي معها طلعت خايبة، وبيجوز ينام ويفيق يلاقي حالة طيبة. طيب تفضل. تفضلي. يعني ما بدك تعطيها دواء؟ امبلا، هاي هابتين تنتين، بياخد واحدة الصبح وواحدة المساء، وكل جوزة لا يقرب عليها شي يومين، وما في داقي يدهوش فيها ويلمسها. شو وينه جوزة؟ مو انت قلت له يضل بالأوضة وما يحضر فحص النسوان؟ امبلا، هيك عادتنا بباكستان. بس بدي اياه يعاسبني، يعطيني السقر يلي بيناسبني. لا تخاف، عطاني مصاري قديش بدك. مثل ما يريدي. هاتي لشوف 40 مجيدي لايدي. ولي 40 مجيدي؟ اي لك، انا دارس بكلية باكستان، صارف على حالي ومهترف، مالي متخرج من بستان، والكل بشهادتي بيعترف. احكي لك قصة حياتي؟ لا دخيلك، لا ترويها. الله يعطيك العافية الهي، وادعي لربك يشفيها. ربي يشفيها آمين، وثبت علينا الأكل والدين. طمنيني قديش أخذ؟ قل هو الله أحد. شو طلع معها؟ قولي يا معدتي، قولي قولي يا معدتي، رجع الوجع ألعن من أول وأوى. عدي. أمنت بالله على هالحالة، ولكن صحيني شو أعمل يا رويدة؟ ما في غير إنك تاخدها عند الشيخ أم سعيد المكبسة، يعني بجوز يكون شي شيطان راكبها أو جنية متلبسة. شو عم تحكي؟ جنية متلبسة؟ إيه، لأنه معدتها محجرة كتير ومتيبسة. حبيبتي ردي علي، بإيش حاسة؟ روح عني، إذا رجال غريب عني، فهمت شو بدك مني؟ أنا مخلوقة موجوعة وأنت مو سائل عني. واحد غيرك كان أخذني لباريس وصرف علي ذهب بريز. آخ آخ يا راسي، انتقل الوجع لراسي يا عالم. فظاعة شو عفريتي، وشلون هيك ما اجيتك الضحكة؟ لك ما بتقدر تضحك وتغلط، لأنه براسة في مخطط. ومن هون لهون، ولما شاف وجعي بلش يزيد، أخذني لعند الشيخة المكبسة أم سعيد، ولأنها غالية أخذت منه يلي بتريد. سمعتك، وما في داعي للشرح، لأنه صاحب البلية برش على القصة بهار وملح. سطح يا أختي على الفرشة لبين ما أجيب العدة من الورشة. أنو عدة؟ وأنو ورشة؟ مرتك في بعقلها هرشة، وبالمعدة عندها أوجاع، وصحتها الآن على نكشة، وإبليس المجرم طمع. وشو دخل إبليس؟ قال شو دخل إبليس؟ قال إبليس بيحتل الجسد شوي شوي وبالتدريج، لكن باسم الواحد الأحد رح أهبش جسمه تهبيش. جسم مين بدك تهبجي؟ يو جسم إبليس يلي ساكن جسدك. هلأ فوت راسك بهالكيس وبعمل حالي عم بجلدك.
يعني هي ما رح تنجلد وما رح تصيبها طرطوشة؟ هلا لا ترتعب ولا ترتعد ولا تعمل لي طوشه ولوشه، ويكون بعلمك انا ما بحب اللي بينتقد، بقى قوم وقف جنب البرطوشه. ليش بدك تتحشي راسي بالكيس؟ معلوم، لحتى ابليس بجسمك ما يشوف العصايه، لانه ابليس لعلمك اكره عليه التربايه. انو عصايه؟ انا عندي كم قضيب رمان منجرتهم لهالشغله، ولما بيشوفهم هالشيطان بيعرف انه بده ياكل اكله. بس عم تقولي الشيطان الرجيم متغلغل فيها، يعني رح تاكل كم قطيب ويمكن تروح فيها؟ شو هالحكي؟ ايه بعت لك الهنا الهي بجاه الحبيب، انا بس اضربها بالقطيب. لكن شو رح تعملي؟ رح لوح فيه بالهواء فوق جسمك تلويح، بفكر هو اني رح اسلخ جلده بيقوم بصيح، وبعد كم تلويحه بيهرب من جسمك وبيملص، وهو بيطلع من هون والوجع يلي عندك بيخلص. ما بصير بلا الكيس. هيك اصول التكبيس، لازم كيس لك راسك تكيس. هاتي راسك لشوف. ان شاء الله لا تضربيني، اعملي معروف. ولي على بختك، اعتبريني مثل اختك. ان شاء الله يا رويدة، شو هاد اللي مسكته بايدها؟ اطلع اطلع يا ابليس الكلب اطلع، واجه ام سعيد ان كنك شجاع، اطلع يا ملعون الوالدين، خيب الله قصدك، اطلع قبل ما العن ابوك على جدك. شو بك ام سعيد؟ طلع طلع والحمد لله، طلع مثل المذلول، يخرب بيته شو قرد، كان ناوي يسكن على طول. يعني هلا ما عاد تتوجع؟ قيموا لي هالكيس من وشي. شلون حاسه هلا؟ في وجع شي؟ ما بعرف، يمكن خف شوية. الحمد لله على السلامة يا مكرم. خذها يا محسن، الله يخليها لشبابها، وبأجيبها إذا شي وجع صابها. الله لا يقدر. شو أمرتي أم سعيد؟ 100 مجيدية إذا بتريد. 100 مجيدية؟ إنن سنتين تسعيدي هي هي. تفضلي. وبترجاكي لا تزعلي لأنه عذبناكي. الحقيقة ما كنا منعرف شو بدنا نعمل لولاكي. الله معكم، مع السلامة. يا لطيف يا لطيف، شو انك قادرة وقوية. انت قولي سماوية. لا، وبهالتمثيلية عرفت الدجل والزعبرة والحكي الفاضي والمسخرة، عرفت قصص العطارين والاطباء الدجالين ويلي عاملين حالهم شيخات والمحتالين، هذا كله مرمعي لمس اليد وشوف العين. اي والله ما اكون انا بدالك، ما بتحش راسي بالكيس ولو بدي روح نعيس. شايفة مأواها؟ الخلاصة رجعت على هالبيت منهنها من الرعبة، وكان الوجع معي حبة ساويته قبة. آخ 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 يا جسمي آخ آخ. شو طلع معها أبو زهدي؟ مع الزايدة، لازم أنقل على المستشفى فورا. يعني بدها عملية؟ على الحارك، وإلا بتخسر المخلوقة. ها لتكون مخربط أبو زهدي. شلون بدي خربط يعني؟ لك إذا صلي حلاق وطبيب ومطهر وحجام أكثر من 40 سنة بيجي شرواك بالخير بيلي عم تخربط؟ شايفني ولد صغير قدامك؟ لك أنا إذا مو ملعني ملعني أكثر من 20,000 درس بحياتي، وإذا مو مطهرني مطهرني أكثر من 10,000 حمامة وفرفورة، وإذا مو مكبسلي مكبسلي أكثر. أخي عملنا وصدقنا، شو حسابك إذا بتريد؟ 90 مجيدية حبيبي. على عيني وراسي. تفضل أخي، شرف، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك، سلام عليكم. مع السلامة يا أخي. آخ يا جسمي، آخ يا راسي، آخ يا بطني. سلامتك. سامعة يا رويدة؟ قال معها الزايدة. قال معناتها لازم ننقلها على المستشفى فورا، بركي انفجرت معها الزايدة غفلة. لك شو تنفجر أنت التانية؟ شو تنفجر؟ روحي غيري أوعيكي حتى تساعديني فيها، وعلى بين ما خليها تلبس أوعية. يلا رايحة. أوام فورا. بسرعة خفيها. لا تأخذني، تقبرني، عم عزبك معي. كله بهون، بس انت ما تتوجعي. يعني انت بتحبني؟ لك هالشغله بدها سؤال. قومي 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 غيري اوعيكي مشان اخذك مشوار ضروري. مالك بالعاده؟ انا مشوار هاد بصراحه مثل ما قال ابو زهدي على المستشفى. وليش المستشفى بقى كفل الشر؟ لانه بدك عمليه، انت معك الزايده ولازم يفتحوا بطنك حتى يتاكدوا.
مع الزايدة؟ لك هلا قومي بدون ما تنفجر على الغفلة. طيب بس قبل ما أقوم بدي أسألك. لك تفضلي بس عجلي مشان الله عجلي. قديش صرت دافع مصاري على صحتي؟ 300 مجيدي. لك حاجتك لهون بكفي. شلون يعني؟ شو حاجتي لهو؟ لأنه ليكني أنا ها قدامك مثل الحصان ما فيني شي. شو الحكي؟ يعني طبتي؟ مو مسألة طبت، بالأصل ما كان فيني شي. شو أصل وفصل؟ صدقيني ما بفهم عليك شي. يعني أنا ما كان بطني عم يوجعني ولا بعمري عرفت شو هو وجع البطن، بس أنا عملت فيك هيك لحتى تبطل يكون معك مصاري وما تعطيني. يعني أنت هلأ مثل ما ولك شحاطة استكترت علي يا بخيل. شحاطة؟ صدقيني أنا لما أنت الله منعم عليك وعندك مصاري ما بتاكل النيران، بقى إذا ما تنعمنا فيها نحن مين بدأ يتنعم فيها لكان؟ العمى. أنا كنت سهران عليك ومهدود الحيل وما عم نام الليل وأنت ما فيك البلا مثل قرود الفلا. فعلا ثبت لي إنك بتحبني، لكن عاشق وبخيل ما بيركبوا صدقني. اللهم صلي على الرسول الكريم، فعلا إن كيدكن عظيم. وهلا ما بعرف شو يعني. وهلا يعني بدي سوارة ذهب وخاتم سوليتير ومبرومتين وشحاطة. بس صدقيني يا مكرم ما معي فراطة. آخ يا بطيان. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك، كل شي رح يحضر. ولك ريته يسلم لي هالطول وما أعدم هالمنظر. شاهدنا يا سيدي النسوان ما بينعطوا وش لأنهم أوام بينجلقوا بميعوا ودائماً بيفترضوا فيك الكذب والملعنة والغش ومن مجاميعوا. وشو حكمتي أنا مع النسوان؟ يلي ما بيطيعك طيعوا. والله الحق معك تعمل هيك بالنسوان حتى تخلص من لسانهم الزفير. إيه عليم الله إلهم لسان، لو لحس الصخر بينصهر. لا أون سلمتهم سرك فضحوك، وان عطيتهم مصروف البيت استسوحوك، وان طلبت الرحمة منهم تكوك مثل الخروف وذبحوك. والمشكلة انهم بدوروا على نقطة ضعفك وبينشنوا عليها بالسهم وعمرهم ما بيوقفوا بصفك. هالشي ما شفته منوب، اللهم بشي فيلم. وان قلت لهم مديون ومعسور بيقولوا لك الكذب على الأحياء ولا على الأموات، وان حسوا انك مقتدر وميسور فورا بمدوا ايدهم وبيقولوا هات. يا جماعة كلامكم ما في جنس الانصاف، يعني ممكن يكون في نسوان هيك بس انا اللي عرفتهم كلهم صراف. اسمعوا زبون العوافي شو عم يحكي لك. انت يا معروف بضلة وتشتوش، وبس ترجع على البيت راح توقف قدام مرتك مثل الملطوش. سيدي كلامك مو صحيح. وليش بقى هيك؟ لانه النسوان للحياة زينة، بالظاهر واحدكم متجوز ريا والتاني اخذ سكينة. ولك يا معروف ليش هيك طبعك انت؟ خلينا نفش قلبنا، بعدين اذا شفتنا عم نسبهم معناتها نحن منحبهم. هلأ بترجاكم تقلبولنا هالحديث، لأنه بصراحة بلش التخبيص والشي اللي عم ينحكى بيجوز يكون فيه تجني. بس أنا هلأ رح أحكي لكم قصة صارت مع مني. قصتك مع مرتا؟ إيه نعم. وما رح أحكي قصتي هيك لمجرد قتل الوقت والمسخرة، لا، بس حتى أكد لكم أنه النسوان بيحبوا الزعبرة، وإذا ما لقوا حدا يكيدوه بيتخيلوا من عقلهم اللي بيريدوه. هات لشوف سمعنا. أنا يا خلاني على كبر خطر لي اتجوز وعرس، وما رضيت اتجوز على صغر حتى أكون آخد خبرة ومتمرس. طيب ليش هيك تأخرت بالجوازة؟ يعني مو حلوة مرتك تستفقد لك عند العازة؟ أخي باختصار للتأخير في سبب، وحتى ما تاخذك الأفكار ما فيني شي نعطب. كمل أخي راتب كمل، هذا روح قلبه يأنجل. سبب تأخري بالجواز له حكمة، ومثل ما بتعرفوا أنا بعد ما تخرجت تعينت قاضي شرعي، والنسوان فايتي طالعة لعندي على المحكمة ابتداء بالكنة وانتهاء بالحماية،
بس لا عينكن تشوف ولا اذنكن تسمع. والكني عم تسب الحماية، والحماية عم تسب الكني، وكل يوم نفس الحكاية، وكل يوم عم اسمع فني. فقلت لحالي لما بدي اتجوز هيك بدي يصير فيني وبالوالدة، ورشيت اني خلي مرتي تهينها الشغلة مو واردة لهالسبب بالذات. وحتى انصف الحماية والكني واعرف الحق على مين قبل ما اخطب، خطرت ببالي فني ما بتخطر على بال الشياطين. وشو هالفني بقى؟ وباعتباري معقد من قصص الكناين والحموات وخايف تصير هالدعكة بدقني، رأساً رحت لعند نجار عربي بالأنوات ورحب فيه الزلمة واستقبلني. السلام عليكم أبو زكي. عليكم السلام، أهلين وسهلين. نهارك مبارك بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. كيفك أبو زكي؟ وكيف السوق ماشي معك بهالأيام؟ ماشي الحال الحمد لله. السوق لقوي تشد إيدك يا سيدي. الله كريم. إيه روح الله يرزقنا بيرزقك. إيه أبو زكي؟ اللي بدي منك الخدمة وبتمنى تلبي لي إياها. أمرني على عيني وراسي والله. بدي منك تفصل لي هيكل خشبي على شكل إنسان، وبالحقيقة هذا هو طلبي، وبدفع لك شو ما كان. لا تأخذني أخي، ما فهمت عليك، شو بدك مني فصل لك؟ هيكل من خشب على شكل إنسان، قاعد على كرسي أو على سحارة أو على طراحة ما بتفرق. وشو الهدف سيد راتب؟ لأنه الطلب بيقرق. أخي أنا عادة بنشر البرغل والقمح على الأسطوح حتى ينشفوا، بس الحمام والعصافير ما عم يخلولي ولا حبة، وكل شي شافوه قدامهم لهفوه، يعني مونتي كلها عم تروح على الطير، فظاعة شلون بيحلالهم مال الغير. لا فهمت عليك، يعني جنابك بدك فزاعة الطيور. يعني في شي من هاد، بس وينك أبو زكي؟ ما بدي تساوي للهيكل ملامح ووش، يعني لا ترسم له لا أنف ولا تم ولا رمش، وأنا ببقى بلبسه على كيفي. يساوي الفزاعة على إيدك، الشغلة ما بدها خبرة نجار. أنا بفيدك، لوحين خشب ودق لهم كم بسمار. لك أخي العرباية ما بيسوق مين ما كان، لازم يسوق عربجي، لأنه مو كل مين شحر وشه بينقل له صوب يجي. بسيطة سيد راتب، إذا هي هي القصة. طلبك مقضي إن شاء الله، ورح أسلمك الفزاعة بأقرب فرصة إذا الله رد. كله على التيسير أبو زكي. اي سيدي بستأذن. شو تستأذن؟ عود معي يلا نشرب لنا كاسة شاي قبل ما يقدم. هالمرة عفيني، مرة تانية ان شاء الله، مستعجل وعندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا ترى هالطيور زعجينك فعلا؟ ان احنا ما بننشر البرغل على الاسطوح اصلا. لكان شو بدك بالفزاعة؟ جايكم بالحكي يا جماعة. وبعد كم يوم رحت على النجار، دفعت له مصاري واستلمت الهيكل وحملته على ظهري بعز النهار، وركضت فيه على البيت وأنا عم اتشركل. ولما وصلت على البيت طالعته على العلية ولبسته لبس مرة على أساس هالحماية الخشبية هي أمي، وهذا اللي جرى. وحطيته جنب الشباك وحملته بإيده مسبحة. لك هلأ شو آخرت هالعلاك؟ وشو إلك فيه مصلحة؟ خليه كمل يا محسن، ولا تخطف الكباية من رأس الماعون، وسمعنا شوية إذا ممكن، لا تقعد تزور مثل هارون. تفضل أخي تفضل. ومن بعد هالتصرف والتدبير بلشت أخطب لحالي. ومعلومكن البنات عم تغلي غلي مثل الدبابير، بس ما كانت وحدة حلالي، وضليت هيك حتى اجتمعت ببنت حلوة كتير ونويت استر حالي. رح انزل بكرة على السوق أنا وبنتي تمينة، حاكم بدها صندوق لجهازها من مدينة، لأنه معلومك بعد بكرة الدخلة ولازمها كوم تغرق. خش هي عندها أواعي مالهم علي، بس كلهم صاروا أعراض عليها لأنه الضربانة نحفت على الخطبة، وبعد ما كانت سمنانة صارت لك نحيفة مثل اللعبة. أنا يا مرت عمي ما بفهم شغلات الجهاز، ولو كانت بصحتها أمي كانت نفعتكم، بس المسكينة على العكاز. صحيح ما سألتك، أمك رح تسكن عندك؟ إيه طبعا أمي رح تسكن عندي، لأنه هي أصلا مريضة ومتعودة تاخذ الدواء من ايدي. ولها اوضه خصوصي؟ اي نعم، مخصص لها اوضه بالعليه، فيها مطبخ وحمام ونوليه، وروح قلبها تقعد جنب الشباك وعلى تسبيح من على بكره العشيه. شوفوا المسكينه ما لها سئله بنوم، وما بتحب الطلعه والفوته، وما بتقدر تحضر عرس ولا موته، ولو كانت بتحضر عراس كان الاولى تقعد معكم مثل الناس،
بس هي بالدنيا زاهدة وعلى صلاة وعبادة طول ما لا قاعدة. روحي يا أمي، إلهي ينفعني من رضاكي لأني ما بسوى بذرة زيتونة لولاكي. يا حرام، طيب ما بتمل من قعدة الشباك؟ قصدي يعني ما بتنزل تتفتل بأرض الديار ولا يوم؟ يا تمينة، أمي شايفة الدنيا علاك وروح قلبها العبادة والصوم والصلاة، وهالشي صار فيها بعد ما توفى الوالد وصار شعارها من يومها ما في شي بهالدنيا خالد. وشو بتقلي المسكينة؟ ما بدي شي منك يا ابني، خليني عيش بسكينة وانت ومرتك بعدوا عني. يعني باختصار بهالكم يوم ما رح تشوفيها وما رح يشوفها انسان، لانه ماسكة ختمة بايدها وبدها توفيها قبل ما يجي رمضان. روحي يا امي، الهي يعطيكي حسب نيتك ولا يحرمني من الرضا شيتك ويدخلني الجنة بمعيتك. قولوا امين. امين. صباحية مباركة يا عروس، شايفك عم تشطفي، ما حلك لسه. اي والله ما فيني حيل احمل دبوس، والله يسامح يلي حارمتني انسى. يا الله. لوين طالع؟ رايح لعند امي اعطيها دواها وبوس ايدها مثل العادة واطلب رضاها. مو قلت لي كل شي جاهز عندها، ليش ما بتاخد دواها لحالها؟ هي بتاخده لو بدها، بس ما بدي تغضب علي وتحمل وبالها. قال بعد الام احفير وطم يا مقصر، والله لا اشرب مية رجليها، هيك عم فكر. انه ما بتتعب مرت عمي من القعدة؟ ما بينكسر ظهرها؟ بجوز ساندته بالمخدة، هي هيك طول عمرها. طيب خليها تنزل لعنا شوي وتتساهل، ولا نحن مو من قيمتها؟ يعني مو حلوة صباحية دخلتنا تتجاهل، والأم بتفرح لابنها ولي على كسرتها. ايه بس لا تنسي انه هي عاجزة وما بتقدر تتحرك كتير، يعني إذا بتعطش بتقول والله مالي فازة وشو ما يصير يصير. ايه الله يعافي لك ياها ويشفيها ولا يؤذينا ولا يؤذيها. ومرق يوم صباحية العرس وتميني عم تسايرني، وكل ما بمدح أمي بتنفر وتقريبا بتزورني، وكنت انقل الهيكل الخشبي بالليل ساعة حطه من هالطرف وساعة من هالطرف. وليش بقى؟ لأني سمعت مرتي عم تقول إيه والله لو بقعد مثل هيك قعدة كان ظهري انقرف. بقى دفعا للشكوك كنت غير القعدة، ساعة خليها تنحني شي تقرفص شي ترتكي على المخدة. وبعد يومين اتنين يا مرحومين الوالدين رجعت الظهر من شغلي وركضت تمينة تأهلي وتسهلي. تمينة؟ يا تمينة؟ أهلين وسهلين ابن عمي، وين كنت لهلا؟ طولت. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، كنت بالمدينة. جبت لي معك الكنافة؟ إيه طبعاً جبتها، أنتي طلباتك أوامر، تفضلي. راتب؟ ها؟ شو هذا اللي حامله بيدك تانية؟ هدول؟ راس بعجوة. يسلموا إيديك، مع إني ما بحب هالعجوة. هدول مو إلي، لأمي. قولي الكنافة لقيت أوام، بس العجوة ما لقيت بنوب، وضليت افتل ساعتين بعز الشوب هيك حتى لقيتها. عفوا حبيبتي، يعني الكنافة تتاكل إذا بردت، بس العجوة إذا بردت بتيبس. للحق وصلن لأمي قبل ما يبردوا. مرحبا يا مو. جبت لك قراص بعجوة يا مو. تفضلي، ان شاء الله مجاري الهنا. كمان وحده يا مو، كمان وحده. طيبة كتير. صحة وهنا حبيبتي.
وين حماتي؟ عطيت الدواء تبع قبل الاكل وعم تتوضا. شلون قضيتي نهاري؟ سكوت يا راتي. اليوم طلعت دقيت الباب على مرت عمي وفتحت لي. فتحت لي؟ ايه ايه فتحت لي. بس امي نادرة ندر ما تفتح لحدا غيري. فتحت لي وأهلت وسهلت فيني وحبتني كتير. أما شو هالأمي اللي عندك؟ بتسوى تقلى، طيوبة ودرويشة وقلبها من الله. ايه فعلا هيك أمي، قلبها لالله. بس بتعرفي كنت خايف ما تفتح ليك. لا يو فتحت لي. الله يسمعنا الأخبار الطيبة. معقول؟ معقول الحكي؟ مثل ما عم قلك، المهم وحتى ما كتر الشرح والتفصيل بالموضوع، مضى على هالحالة أسبوع ودائما كنت الابن الأصيل وعم قوم بواجب أمي المريضة المفترضة. بس لما وصلت لهالمواصيل أخذت مرتي دور المعترضة. إن شاء الله صحة يا مو، إن شاء الله صحة. هلا هيك بدك تضل طالع نازل لعند امك مثل مكوك الحايك؟ لسه هلا جيت من برا، ما حلك تنط لفوق. شو عم اعمل يعني؟ عم اعطيها الدواء مثل العاده. بعدين يا تمينه، الام الها غضب ورضا ولازم تتدلى. ها يعني المره ما الها غضب ورضا؟ ما سمعت بهالشي. يمكن الزوج يكون له رضا وغضب على مرته، بس العكس ما بعتقد اني سمعت بهالشي لحد هالتاريخ. ليش خير؟ شو اللي زعجك مني؟ يلي زعلتني منك قعداتك الطويلة مع أمك وهمالك إلي. أنا قعداتي طويلة مع أمي؟ لك أنا يا دوب عم أقعد معها خمس دقايق بالنهار. بقى هدول اللي زعجوكي واعتبرتيني عم أهملك فيهم؟ إيه نعم، هدول اللي زعجوني. وليش بقى؟ لأني بدي أقعد راسي لراسك وبس. يا ستي يسلم راسك. لسا كل ما بنقعد لحالنا بتتناول الخانم وبتعمل لي حالة شاردة بملكوت الله وعم تسبح. هس هس يا دميني، لك مو مزبوطة هلا بتسمعك. يا سيدي بتسمعني؟ شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ أنا بعمري ما شفت رجال بيخاف من أمه قدم منك. مو مسألة خوف، بس أنا بحسب الحساب. اروح بقى يا بلا حساب بلا بطيخ، قال حساب قال. بعدين تعال قلي، أمي ما لها سئلة وما عم تتدخل بحياتنا. أنت مين قال لك إنه ما عم تتدخل بحياتنا؟ ليش أنت بتكون معنا بنهار؟ ليش عم تتدخل؟ طبعاً، ما كل يوم بتعمل لي فنطي شكل. وانا ما عم حب احكي من اكابريتي ومنشان ما ازعجك، لكن ليش انا منرفزه؟ وشو عملت بقى؟ شو عملت؟ عملت العمايل. تفضلي انزلي يا خانم، انزلي وقولي له شو عم تعملي فيني كل يوم، وحاجه بقى تعملي حالك تقيه ودينه. لا واللي بجننك اكثر انه بتعمل حاله ما لها سمعانه، قاعده فوق عم تطلع بمنتهى الاحتقار والازدراء، انه شو هالامم يلي تحت ومنين طلعت لي هالبلعوصه؟ يا تمينة يا تمينة اهدي وفهميني شو عملت لك حتى اعرف اتصرف. شو عملت لي؟ فتحت الشباك الخانم وبلشت تعطيني اوامر على ليش ما شطفتي وليش ما كنستي وليش ما سقيتي الزريعه وليش تاخرتي بالنومه وليش بعتي لابني بلا فطور، مع انه هذا اليوم الوحيد اللي انا ببعتك فيه بلا فطور. بقى شو دخل فيني هي؟ شو دخلها؟ ايه وشو قلتي لها انت؟ شو بدي الا يعني أنا بنت أكابر وأذني نظيفة ولساني حلو وما بعرف أحكي كلام كبير. قلت لها الله يسامحك يا مرت عمي. قالت لي عم تدبب إن شاء الله وعم تردي بوشي كمان وسبتني وسبت أهلي وسبت أمي. شو بدي أحكي لك لحتى أحكي لها؟ قال شو أنت خطفتي لي ابني من حضني؟ قلت لها أنا ما خطفت حدا، ابني كمان خطفني من حضن أمي. وهي سمعت لك هالكلمة وما شفت لك إياها إلا سناولت حجر وضربتني فيه على راسي، ولولا لطف الله كنت رحت فيها انا. ايه كنت رحت فيها. ضربتك بالحجر؟ ومنلا الحجر بنص الاوضه. منيح اللي ما ضربتك بالمقلاع. هلا لا تتمسخر انت الثاني.
طيب انا مالي قعدت لك بهالبيت ولا لحظه بعد هلا، ولا شوف يا انا يا هي بهالبيت، وشوف انت الحل اللي بيريحك. انا مالي فاضي كل شوي والثانيه للاخذ والعطا ودبلان القلب. وهي الحجر رح اخذه معي لحتى يشوفوا اهلي كيف امك الحنونه بدها تخلص مني. ايه وبعدين؟ وبعدين يا سيدي راحت المخلوقه لعند بيت اهلها فعلا، وحردت ألعن حردي، واشتكت على فصول امي طبعا، وانا لحقتها لهنيك حتى اسعى بالردي. عم قلك يا امي المخلوقه مشرانيه كتير، والله والله لو كان في عندها بير كانت دفشتني على البير. لا وفوق كل هالشي شلفتني بالحجر، تقولوا انا عايشه مع زطيه من الغجر؟ يعني لو كان الحجر بيحكي من تمه كان نطق، واذا متت وسالتوها لامه بتقول قتلتها بالخطا. طولي بالك يا تمينه، كل شيء له حل. انا ما بحب شوفك حزينه، يبعت لحمه ودا السل العمى على القصة. يعني ما بتعرف انك عروس وشهر العسل ما صار له جمعه؟ اي والله الحيه بسبع روس، لانكم عرسان بتخبي روسها السبعه. اي قسما بالله العظيم لو كان معي موس لكنت قتلت لك هالافعى. لا تزبدنك ابو تمينه، روقنا بقى انت الثاني. اي بس بنتي هالمسكينه مهمومه وعم تعاني. صباح الخير مرت عمي. ريتك تاكل همي. ليش هيك عم تحكي معي؟ إن شلون بتسمح يشتغل الصريخ ببيتك وامك تهين بنتي وتضربها؟ إيه ما بقى لك شوية على السيخ وطلبتها بشريط الكهرباء. ارجوكي مرت عمي لا تضوجي وطولي بالك علي شوي ولا تتاخدي بالعي. فوت فوت يلا يلا. السلام عليكم. قبل السلام والكلام، ليش مفلت امك على بنتي؟ اه شوف حالة المسكينة يا حرام، بهالاسبوع صارت اكبر من ستي. ولا يهمك يا عمي، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. والحقيقة انا جاي اعتذر عن امي، والعائل هو اللي بيسامح وبيصفح وبترجاكم. مهما كبرت القصة خلوا للصلح مطرح. هلا جاي تلحس عنا بكلمتين؟ اذا بتريدي راتب خليني عم بحترمك. ها شوف وش البنت شلون صار عرض اصبعتين، وكله من ظلم امك. من ظلم امي؟ اي طبعا، لانه البنت عم يجع راسها من الصريخ والنقار، بس ما تصورت انه يصل الامر مع امك للضرب بالحجار. لا وقال شو؟ راتب افندي بيشتغل قاضي. طيب شو كنت بتعمل لو كنت عواضي؟ والله ما بعرف، مو شغلتي. طيب انا رح اقول لك شو رح اعمل. شو رح تعمل؟ القاضي عادة بيسمع الطرفين، مزبوط؟ مظبوط. وبياخذ بالاعتبار شكوى الخصمين، صحيح؟ صحيح. وبنتكم جانب وامي جانب. ايه وشو المعنى؟ يعني كمان لازم نسمع امراتي. بقى تفضلوا معي اذا بتريدوا. لوين بدنا نتفضل؟ لعند امي. يو بدك يعني روح لعند الخصم؟ ان شاء الله ما يبلى هالفهم. هلا انت ما بدك تريحي بالك من هالقصه وتخلصي من هالجرصه؟ طبعا. طيب خلونا نستغل الفرصة ونروح نشوف الحق على مين. وأنا ما عندي مانع، وخلينا نشوف عن حالها كيف بدها تدافع. شرف.
Thank you.